Hello, dear students of the third secondary stage and welcome to a new lesson. Today, we're going to deal with unit four. And the first word we're going to deal with is burnout. Burnout is a noun which means ارهاق العمل أو انهيار A situation where you can't do anything because you are so tired and stressed. فيه انت ما بتكونش قادر ان انت تقوم بشيء لانك بتكون so tired متعب جدا and stressed وحاسس بالضغط. بالاكزامبل بيقول لنا burnout is a mental health problem that is affecting more and more people today. ال burnout ده ارهاق العمل هو mental health problem مشكله صحيه mental يعني حاجة related to the mind متعلقة بالعقل يعني عقلية تمام أو ذهنية that is affecting more and more people today بتأثر على ناس, ناس أكثر وأكثر اليوم كمان عندنا كلمات exhausted exhausted is an adjective means uh, منهك طيب بيولينة describing the feeling of being very tired طيب حلو قوي هو exhausted دي صفة بتنتهي بإيدي دي بيقول لنا في قاعدة كده بتقول لنا ان adjectives ending in ed describe the feeling of people affected by an action ايه معنى الكلام ده؟ ان الصفات المنتهية بإيدي دي بتصف الشعور بتاع الناس اللي اتأثروا بموقف معين فأنا ممكن أوصف مثلا شعوري إن أنا exhausted مونهك بسبب العمل مثلا I'm exhausted اوصف شعوري ان انا مثلا بورد شعر بالملل بورد adjective بتنتهي ب اي دي بورد تمام فانا الصفات اللي بتنتهي ب اي بتصف الشعور بتاع الايه الاشخاص. whereas بينما الصفات المنتهيه ب ing adjectives ending in ing describe Who or what causes a feeling؟ بتوصف لنا شخص أو شيء مسبب للشعور فأنا ممكن أوصف مثلاً ذا فيلم أنه هو مسبب للملل. فأقول the film is boring. I إن جي. the film is boring. طيب ممكن نكتب boring. the film is boring. ممكن اوصف مثلا my work واقول my work is مسبب للإنهاك فأقول my work is exhausting ING مسبب للإنهاك تمام جدا مديني example بيقول لي she was too exhausted كانت منهكة للغاية and distressed to talk about the tragedy يعني كانت منهكة وبائسة غير قادرة على ايه التحدث عن المأساة في معانا كلمة كو كو بمعنى إيه يسير أو يتأقلم مع ودي verb بيقول لنا to deal successfully with difficult situations خدوا بالكم إن كو بيجي معاها preposition with يبقى كوب بيجي معاها إيه with كوب with example it was amazing how my grandma coped with bringing up three children on less than 10 pounds a week. يعني كان مذهلا ازاي جدتي قدرت ان هي تتاقلم مع يعني تربية ثلاثة أطفال على كام؟ آه على مبلغ ضئيل من المال أقل من 10 pounds a week أقل من عشر جنيهات في الأسبوع. في معانا well-being ودي معناها سعادة أو رفاهية ودي noun بيقول لنا the state of being comfortable healthy and happy حالة كونك شاعر بالراحة comfortable healthy صحة جيدة and happy وسعيد. خدوا بالكم إن comfortable ممكن نقول عليها مريح او مستريح يعني لها معنيين يعني ممكن اقول لكم I'm comfortable انا مستريح in this comfortable armchair آه خدوا بالكم الكرسي هنا ماله برضو comfortable مريح يبقى انا مستريح comfortable والكرسي comfortable ونطقها comfortable ما حدش ينطقها حاجه ثانيه طيب يقول لنا في الاكزامبل reciting the holy quran can create a sense of well-being يعني تلاوة القرآن الكريم يمكن أن تخلق يعني إحساس بالسعادة example his work emphasized the emotional as well as the physical well-being of children uh, emotional يعني عاطفي أو وجداني و as well as طبعا بالاضافه الى الفيزيكال ويل being فيزيكال يعني جسماني عندنا كمان mental health اللي هي الصحة النفسية وطبعا mental دي adjective و health noun يبقى adjective plus noun الصحة النفسية تعالوا نشوف المعنى بتاع mental health بيقول لنا how we handle stress related to others and make choices مدينة example بيقول لي he is suffering from mental health problems بيعاني من مشكلات صحية نفسية أو متعلقة بالإيه؟ بالنفس improve verb معنى يحسن أو يتحسن need to get better يعني يتحسن their English has improved enormously الإنجليش بتاعهم تحسن طبعا انا لو هترجمها يعني بدقه شويه وبحرفيه هقول لقد تحسن او لقد تحسنت الانجليزيه لديهم بشكل كبير وناخد بالنا ان انا لما باجي اترجم من الانجليش للعربي It's better ان انت to start with the verb يعني من الافضل ان احنا نبتدي بالverb فطبعا زي ما انتم شايفين هنا الverb اللي معانا في present perfect يبقى من الافضل برضو ان انا استخدم كلمة لقد لقد تحسن اه حلو جدا يبقى انا لما بلاقي present perfect من الافضل ان انا استخدم لقد وطبعا احنا عارفين ان في العربي من الافضل ان احنا نبتدي بالverb مش ال subject لكن في الانجليش لا ما ينفعش ابتدي الا بال subject فاعل حلو جدا بيقولوا في الاكزامبل التاني He has improved so much after the operation. لقد تحسنا كثيرا بعد إجراء العملية الجراحية. Example. third time won't improve the situation. Uh, this saying time won't improve the situation. آه، معناه ايه الكلام ده؟ ان هنا تايم طيب معناها الزمن يعني يعني اتس ان احنا نترجمها الزمن طبعا فانا لازم اكون واعي لما باجي اترجم ما بنقلش الكلمات آه، آه، ممكن كلمه تجيلي باكثر من معنى فانا ما بستخدمش معنى واحد في كل الجمل تايم طيب معناها الوقت وتايم معناها الزمن تمام فهنا ما ينفعش اقول الوقت آه فهقول الزمن لن يحسن من الأمر أو من الموقف عندنا كمان بروموت بروموت معناه يشجع أو يعزز ينمي يطور يرقي معاني كتير طيب وده بيقول لنا support and encourage the development of something ومديني example بيقول لي you don't have to sacrifice sacrifice معناها يضحي you don't have to يعني يعني ما فيش داعي اوكي ما فيش داعي ان انت تضحي بالايه؟ ساكريفايس انفيرمنتال بروتكشن تضحي بال بالانفيرمنتال بروتكشن، انفيرمنتال يعني بيئه وبروتكشن يعني صيانه او حمايه تمام؟ حمايه البيئه او صيانه البيئه to promote economic growth عشان تعمل ايه؟ تنمي او تطور الايكونوميك جروث economic growth تعمل تنميه وتطوير للاقتصاد. في المثال الثاني بيقول لنا I was promoted to editor and then editorial director أنا تم ترقيتي uh, to editor تم ترقيتي ل editor وبعد كده then editorial director طيب في الكلمة اللي بعد كده عندنا self care self care اللي هي العناية بالنفس ودي noun بيقول لنا taking care of your body and how you feel طيب يقول لنا في المثال my sister is cautious about her self care cautious يعني حذرة بشأن العناية بالنفس طبعا cautious حذر أو حريص برضو uh, time management اللي هو إدارة الوقت وده النون وبيقول لنا أن time management هو organizing when you do things and for how long طيب إمتى أعمل الأشياء وأقوم بها؟ إمتى أنفذها وكم يستغرق ذلك؟ في المثال بيقول لنا هي has applied for a course تقدم لي كورس دورة تدريبية إن time management في إدارة الوقت معنا كمان كلمة ستريس بتيجي بمعنى ضغط عصبي أو توتر وبيقول لنا a feeling of being very worried and scared شعور شعور كونك worried قلق and scared وخايف فانت عندك stress توتر طيب في الاكزامبل بيقول لنا if you feel under stress you feel worried and tense تشعر ان انت قلقان and tense اه خدوا بالكم ان كتير من الناس يقول انا تنشن uh, وده طبعا فيت ميستيك خطا فادح جدا يعني طبعا تنشن اللي هو التوتر طيب اما اقول هو متوتر بقى الصفه ايه تنس بناخد بالنا ونعدل ده واحنا بنتكلم يعني اقول I am tense او هي از تنس هو متوتر because of difficulties in your life بسبب الصعوبات اللي في حياتك في الإكزامبل اللي بعد كده بيقول لنا Lily can't think clearly لا تستطيع أن تفكر يعني clearly بصفاء when she's under stress لما بتكون تحت ضغط عصبي معنا اكسرسايز بيقول لنا match the words with their definitions هنوصل الكلمات بمعانيها أو تعريفاتها يعني burnout exhausted cope well-being, mental health, improve, promote, self-care, time management, and stress. الكلمات اللي معانا. أول حاجة بيقول لنا to deal successfully with difficult situations. To deal successfully with difficult situations. يا ترى ده ممكن يبقى إيه؟ طيب هنشوف. Number two, a situation Where you can't do anything because you're so tired and stressed. Number three, the state of being comfortable, healthy, and happy. Four, how we handle stress, relate to others, and make choices. Number five, describing the feeling of being very tired. Six, a feeling of being very worried and scared. Seven, organizing when you do things and for how long. Number eight, support and encourage the development of something. Nine, taking care of your body and how you feel. Number ten, to get better. let see answers. Cope means to deal successfully with difficult situations. يبقى Cope معناها أن تتعامل بنجاح مع المواقف الصعبة. Number two بيقول لنا burn out اه uh, burn out هو اللي معناه أو التعريف بتاعه a situation where you can't do anything because you're so tired and stressed يعني موقف فيه انت ما بتقدرش تقوم بعمل ما او تنفذ شيء معين because you're so tired لانك بتكون منهك جدا and stressed ولديك ضغط عصبي number three well being uh, is the state of being comfortable healthy and happy هي state حالة حالة كونك comfortable شعر بالراحة healthy صحة جيدة and happy Mental health. mental health. How we handle stress. stress. Relate to others and make choices. Okay. Number five. Exhausted. Exhausted. You are describing the feeling of being very tired. Okay. And then stress a feeling of being very worried and scared. we oh, have uh, time management. time management, organizing when you do things and for how long. we promote, support and encourage the development of something. okay. we nine, self-care, taking care of your body how i and how you feel. improve your husband to get better. you'll need to read the articles and answer the questions. how to avoid burnout. Is burnout is a mental health problem that is affecting more and more people today. i mental health. البرن اوت انه هو mental health problem مشكلة عقلية او مشكلة صحية متعلقة بالايه بالنفس يعني that is affecting more and more people today بتأثر على ايه كثير من الناس ايه آه اليوم because There is so much pressure لأنه في ضغوط كتير وناس علينا to work hard نحن نشتغل يعني بجد and do everything perfectly ونأدي كل شيء بشكل جيد أو بامتياز when you experience burnout. اه لما تواجه ال burnout you feel exhausted تشعر بالإنهاك and you usually don't spend enough time doing things you enjoy. وانت عادة ما تقضيش وقتك في, في عمل الأشياء التي تستمتع بها You might stop doing hobbies that you used to enjoy And you may become ill more often than usual ربما تتوقف عن يعني ممارسة الهوايات اللي انت اعتدت You used to enjoy اعتدت ان انت تستمتع بها And you may become ill more often than usual ربما تصبح يعني مريض كثيرا يعني عن المعتاد. As a result كانت تيجي لذلك people experiencing burnout الناس اللي بتواجه البرن اوت feel like they can't live their life is normally anymore. بيحسوا وكانهم يعني مش قادرين ان هم يعني يكملوا حياتهم بشكل طبيعي بعد كده او مش هيقدروا يكملوها بشكل طبيعي بعد كده. burnout is usually caused by both decisions you make about things that you can control. For example, the amount of homework you have to do مقدار ال اللي انت لازم تعمله. The situations you can't control. المواقف اللي انت ما بتقدرش تتحكم فيها. For example, if you spend a lot of time or a lot more time on your homework لو انت قضيت يعني وقت كبير او وقت كتير في عمل الهومورك بتاعك then you have to and المفروض ان انت تقضيه because you want to do it perfectly لانك عايز تاديه بشكل ممتاز this is your choice or the result of poor time management skills ده ممكن يكون اختيارك أو نتيجة إيه؟ مهارات إدارة الوقت السيئة. ما عندكش مهارات لادارة الوقت إيه؟ جيدة، ده أنت يعني المهارات بتاعتك يعني يعني مش قد كده. بيقول لنا بيكمل وبيقول If you are in danger of suffering from burnout لو أنت في خطر المعاناة من إرهاق العمل, you will usually experience a lot of ستريس هتواجه ايه؟ a lot of stress ضغط كثير find it difficult to sleep وتجد صعوبة في النوم and have a lot of headaches ويكون عندك صداع or pain in your shoulders and back وألم في أكتافك وظهرك in order to improve your mental health لكي تحسن من صحتك القلب ذهنية You need to take responsibility for the things that you can control آه. Uh, take responsibility يعني يعني يتحمل مسؤولية طيب For example على سبيل المثال If you find it difficult to say no لو انت وجدت صعوبة في ان انت تقول no When people ask you to do activities outside of school and you feel exhausted because of this, انت واجهت صعوبة إن أنت تقول نو no لما يعني الناس أو أصحابك يطلبوا منك أنت تعمل activities خارج المدرسة and you feel exhausted وتشعر بالإنهاك because of this بسبب ذلك you could change this behavior ممكن تغير من السلوك ده then you can start thinking about activities you really enjoy doing تفكر في الاكتيفيتيز اللي انت بتستمتع بيها حقا ما تعملش مثلا اكتيفيتي وانت مش بتحبه يعني these should be activities دول يجب ان هم يكونوا activities that help you to forget about everything else that is happening يبقى الانشطة اللي هي انت بتمارسها المفروض ان هي تساعدك ان انت forget about everything تساعدك ان انت تنسى كل الضغوط والمشاكل اللي بتحصل لك، such as حاجات مثلا activities such as مثل drawing رسم painting طبعا drawing اللي هو ممكن يبقى رسم بالايه بالقلم العادي uh, painting الرسم بالفرشه وبالالوان doing a sport ممارسه ايه رياضه or having real conversations with your friends and family او ان انت يعني تعمل محادثات حقيقية مع إيه؟ مع أصدقائك وعائلتك. Activities like these are examples of self-care. أنشطة زي دي هي أمثلة لل self-care للعناية بالنفس. They help to promote بتساعد في إن هي promote تعزز تمام أو بتساعد إن هي يعني تنمي better mental health. آه. تنمي الايه او تزيد من الصحه العقليه او صحة الذهن يعني and increase your well-being طيب معانا بقى بيقول لنا read أنا مجموعه من ال questions بيقول لنا read the article again make notes on the answers to these questions then discuss and compare your ideas in pairs what causes burnout إيه اللي بيسبب ال burnout سبب ارهاق العمل بيوليت is caused by external factors بيحدث بسبب عوامل خارجية such as the amount of work you have to do مقدار العمل اللي أنت اللي أنت لازم تقوم بيه and the internal factors وعوامل داخلية such as trying to do everything perfectly زي إن أنت عايز تعمل كل حاجة يعني بامتياز أو بشكل إيه جيد للغاية and is struggling with time والنضال مع الوقت with time management مع إدارة الوقت finding it difficult to say no هو ان أنت تجد صعوبة في أن أنت تقول no فبتقبل أي حاجة حتى لو هي هذه الأشياء يعني كانت إيه against your mental health What problems does burnout cause? إيه المشكلات اللي بيسببها البرناوت؟ بيقول لنا burnout can cause problems such as stress, sleep problems, مشاكل في النوم, headaches, صداع and shoulder, back pain وألم في الأكتاف والظهر. Question number three بيقول لنا how can you decide if a particular activity can help you to avoid burnout? طبعا if you enjoy doing the activity and it helps you to forget about everything else that is happening. Number four, write one sentence summarizing what the last paragraph is trying to say. جملة واحدة نكتبها تلخص لنا اللي عايز يقوله الparagraph الأخير. بيقول لنا to improve your mental health لتحسين المنتل هيلث بتاعتك الصحة الذهنية you should do activities يجب أن تقوم بالأنشطة that you really enjoy اللي أنت بتستمتع بها حقا now dear students we have come to the end of this lesson wish you good luck and bye bye